مرحبا، كيف الصحة أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم عبد الرحمن، ورح كون معكم بسلسلة جديدة بنحكي فيها عن المستقبل المهني للتخصصات الجامعية. وبكالحلقة من هاي السلسلة رح أحكي فيها عن تخصص بشكل عام، ورح أحكي عن مستقبل المهني والوظيفي وشو أهم الوظائف يلي ممكن يشغلها الخريج من هذا التخصص. إذا مهتمين بالموضوع تابعوني على قناتنا، قناة مركز الخوارزمي الأكاديمي على اليوتيوب، أو على صفحتنا على الإنستغرام، أو إذا عندكم استشارات أو استفسارات فيكن تتواصلوا معي على الواتساب، ورح جاوبكن على كل الاستشارات والاستفسارات ورح أعطيكن تفاصيل كاملة. أيضا إذا مهتمين بتخصص معين ياريت تكتبوا لي عنه تحت بالتعليقات، ورح نحكي عن كل تخصص تهتموا فيه بإذن الله. السلام عليكم.